لاباس عليكم، بخير، كنتمنى تكونوا بألف خير. شكرا على البنات اللي سقساو عليا، انا لاباس الحمد لله. المهم كنت مريضه شويه، عاود مره ثانيه الكوفيد. انتما بحال اللي كنقولوا، لا واذا جاك واحد المره صافي ما يجيكش مره ثانيه، وانا جاني المره الاولى والمره الثانيه، ولكن الحمد لله والشكر لله، هذا ما كتب الله، هذا الشيء اللي مقدر علينا. الحمد لله دابا كل شيء مزيان، واخا باقا عيانه، العيا ما كيزولش، صعيب ما كيزولش العيا دغيا، وديك الشام والذوق هذاك باقي والو، ولكن الحمد لله الاعراض اخرين حيدو ومشاو، والله يشافينا والله يبعد علينا هذا الوباء ونخليكم. شكرا. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو لك الكخاب ديالنا. عندي هنايا جوج ديال الكيسان كبار ديال الدقيق، دقيق عادي جوج، عندي هنايا ملعقه صغيره ديال الملحه وملعقه كبيره ديال السكر. صافي كنخلط النواشف مع بعضيتهم وكنزيد عليهم جوج ديال الكيسان الماء، الماء عادي من الصنور عادي، جوج كيسان ديال الدقيق وجوج كيسان ديال الماء، هادو هما المكونين الاساسيين في هاد لي كريب. وهنايا عندي 3 معالق ديال الزيت، زيت نباتيه. صافي كنخلط بالخلاط اليدوي حتى كتنسجم معانا لاباط، حتى كتنسجم المكونات كاملين كينسجموا. كنخلطها مزيان، جوج د الكيسان الدقيق وجوج كيسان الماء، ونفس الكاس خصكم تقيسوا به القياس بنفس الكاس. صافي كنخلط مزيان، ودابا غادي نعملها في الخلاط الكهربائي، غادي نعملها في الخلاط الكهربائي، وغادي نخلط الخليط واحد جوج دقائق وغادي نرجع معكم. صافي من بعد تخيط الخليط في الخلاط، صافي غادي نعملها وغادي نبدا نطيب مباشره، ما كيترتاحش. ها انتما غادي نبدا ان شاء الله نطيب لي كريب. كنعمل شويه الزيت غير بشي واحد المنديل اولا بالفرشات، نعمل شويه الزيت كندهن به المقلات، ومن بعد كنعمل لاباط كنعملها في المقله ما تكونش كتلصق. وغادي نبدا نطيب لي كريب ديالي من جوج جهات. هادو لي كريب بحال اللي قلت لكم ساهلين، غير بالماء والدقيق وشويه الزيت وصافي، وكنخلطو مزيان في الخلاط، وكنبدا ديريكت نبدا نطيب، ما كيرتاحوش ما كيحتاجوش من الراحه، غير كنخلطهم في الخلاط الكهربائي وكنبدا نطيبهم. انتما كنسكي عليها بالملعقه، شوف كيفاش كتبدا تنفخ لاباط، كيفاش وكاد لاكريب، شوفوا لاكريب كيفاش بدات كتنفخ، كيجيو روعه غزلان. هذا لي روسيت الوصفات سالي كنعمرها باش ما بغينا، كنعمروها باش ما بغينا، بالتون بالكفته بالدجاج او لا غير بالخضره بوحدها بالفرماج. انا غادي نعمل شويه الخضره وشويه الزيتون وغادي نعمرو بها، وغادي نوريكم من بعد كيفاش جاو، وبالفرماج حيت مي كاين من بعد كنسخنهم وكنحلهم كيجيو معلكين بالفرماج. شهوه شهوه، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا النتيجه وكيفاش كيجيو. صافي غادي نبقى على هذه الطريقه حتى نكمل لاباط اللي عندي كامله، وبالملعقه كنحاول نضغط عليها هيدا باش كتنفخ باش كطيب مزيان على جوج جهات. وصافي وغادي نبقى بحال على هذا الشكل باش نسالي لاباط كامله، ومن بعد نعمروهم مع بعض، ونخليكم تشوفوا ونتلاقاو من بعد. صافي دابا غادي نبداو نعمروهم هاد لي كريب ديالنا. بحال قلت لكم انا عملتهم فواحد المنديل باش ما كينشافوش، كيبقاو رطاب. غادي نعمرهم بالحشوه
وانتم الحشوة اختيارية لكم، اللي بغى يعمل الحشوة اللي بغاها كيف ما عجبكم الحال، كيف ما عندكم اللي في الدار عندكم. انا عملت هنا لادان فومي، لا سالاد، شلاده، لادان فومي، وفرماج، وشويه المايونيز، صافي. وكان جمع لا كريب على هذا الشكل، صافي. غادي نعمل الثانيه. هنايا عندي التون بالطوماطيش مطيشه، كيجي حتى هو رائع غزال. شويه د التون، كنعمل هنايا لا شلاده لا سالاد، وكنعمل لو فرماج. فرماج اذا بغيتو، اذا بغيتو شي ما تعملوش شي، صافي. كنمشي لا مايونيز اولا كيتشوب، اذا نتوما بغيتو الكيتشوب تعملوها، اي نوع من الصلصه غادي تعملوها. غادي نبقى على هذا الحال، وغادي نكمل لي كريب ديالي. هانتوما كنكمل عاود لا مايونيز، لا سالاد، لي طوماط سوريز، وهذا شويه السوريمي، فرماج، وصافي. وكنشد على هذا الشكل لا كريب ديالي، ومباشره غادي نمشي وغادي نطيبهم على جوج الجهات، نسخنهم على جوج الجهات. غادي نبدا نقليهم ونسخنهم، ماشي نقليهم نسخنهم. غادي نعمل شويه الزيت وغادي نبدا نطيبهم على جوج الجهات باش كيتحمروا بحال هذا الشكل، على جوج الجهات كيتحمروا، كيرجعوا مقرملين من داخل من على برا، كيطيبوا دغيا في الحين على جوج الجهات. كنقلبهم وكنرفقوهم بلي فخيت اولا بشلاده مخلطه دراوز اولا ديال لي بات. وبالصحه والعافيه، وشكرا على المتابعه، ونخليكم وغادي تشوفوا كيفاش جاوا في الاخر.